معنا آيات وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. قال الله تعالى في سورة القصص: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وذلك في سياق الإشارة إلى النعم التي أنعمها الله على عباده وهم ينكرونها رغم كثرتها ووفرتها. ويهتم الكثير من المسلمين بالتعرف على معنى آية وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها وتفسيرات العلماء لها بالتفصيل. تابعوا معنا. إن معنى آية وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها أن هناك عدد كبير من القرى التي كفرت بنعم الله تعالى عليها وطغت وتجبرت بعد أن أنعم الله عليها بالرزق والخير العميم، فأهلكها الله جزاء لها. وجاءت كم أهلكنا هنا للتكثير. وفي هذه الآية رسالة لأهل مكة بعد أن كفروا بنعم الله تعالى. وفي بعض التفاسير الأخرى يدل معنى الآية على أن الله يخاطب من توهم أن الإيمان بالله سوف يوقعه في المخاطر والأهوال، فأخبره الله أن الخوف يكمن في ترك الإيمان. وعارض أهل مكة هذا المثل الذي ضربه لهم: فكم من قرية كان قد أنعم الله تعالى عليها بنعم كثيرة من رزق وخيرات وأمن واطمئنان، فطغت وعصت. ويقال في معنى بطرت أي بالأكل من رزق الله وعبادة الأصنام، فأهلكها الله تعالى بسبب عصيانها، فأصبحت خاوية على عروشها ومعظمها خراب إلا من بعض المسافرين وعابري السبيل ومن مر بها في طريقه. وهذا قول الزجاج وابن عباس. قال ابن عباس: لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوما أو ساعة، وكنا نحن الوارثين أي لما خلفوا بعد هلاكهم. فبعد هلاك أولئك العصاة وعودة القرى خواء لا يسكنها أحد، فورثها الله مالك كل شيء، وأصبحت كما كانت له تعالى لا يشغلها أحد من خلقه.